مسيرات حاشدة في أنحاء فنزويلا نظمها أنصار المعارضة دعما لإخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالنيابة واحتجاجا على حكم الرئيس نيكولاس مادورو. المظاهرات تهدف كذلك لمواصلة الضغط بعدما اعترفت الولايات المتحدة ودول أخرى بغوايدو رئيسا شرعيا. نحن قريبون جدا من التغيير بفضل مساعدة المجتمع الدولي، الولايات المتحدة، مجموعة ليما، كولومبيا، البرازيل. أنا هنا من أجل الديمقراطية والحرية لبلادي، لقد ولدت في ديمقراطية وسأموت في ظل الديمقراطية. المتظاهرون يطالبون القوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي من أجل وضع حد للديكتاتورية من خلال انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية. بالموازاة مع هذه المسيرات، أعلن جنرال رفيع المستوى في القوات الجوية الفنزويلية أنه تخلى عن ولائه للرئيس نيكولاس، معترفا بزعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، داعيا بقية أفراد الجيش للانشقاق. اليوم وبكل فخر وطني وديمقراطي أبلغكم بأنني لا أعترف بسلطة نيكولاس مادورو والديكتاتورية، وأعترف بالنائب خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا. بين غوايدو ومادورو يستمر رهان الشارع في ظل سيناريوهات واحتمالات كثيرة وسط انقسامات داخلية ودولية، لكن المستجدات الأخيرة تشير إلى أن مادورو قد حوصر في زاوية ضيقة نتيجة الدعم الكبير وغير المسبوق الذي يلقاه غوايدو، فحتى المؤسسة العسكرية بدأت تدير ظهرها لمادورو تاركة إياه وحيدا يواجه مصيرا مجهولا.